السلام عليكم. غادي نشوفو كيفاش نصايبو التنقيط ديالنا عن طريق الاكسل. احنا صايبنا هنايا جدول بالترتيب ديال المواد اللي كتكون عندنا في برنامج ديال مسار. كاين عندنا العربية، الاجتماعيات، ثم النشاط العلمي، التربية الفنية والتربية البدنية، هذه بالنسبة للغة العربية. ثم بالنسبة للغة الفرنسية عندنا الرياضيات، ثم الفرنسية والتربية البدنية. اذا باش ملي كنبغيو نصايبو الجدول كنصايبو الجدول كيف ما شفنا في الوورد. دونك تنكتبو الجدول ديالنا عادي، تنرسموه عادي، من بعد كنسيليكسيونيو الجدول ديالنا كامل و تنديرو له لي بوردور، توت لي بوردور. دابا غادي نبداو في المعدلات. دونك نشوفو عندنا القراءة فيها جوج ديال الفروض والمعدل ديالها. نفس القضية في كل مادة، عندنا فيها جوج ديال الفروض والمعدل ديالها، ثم عندنا المعدل ديال الوحدة. إذا غادي نبداو أول حاجة بالقراءة. إذا تنكليكيو في البلاصة اللي غادي يكون فيها المعدل، تنمشيو دابا كنخدمو بالكلافيي، تنمشيو للرمز تساوي في الكلافيي، تنكتبو تساوي، ثم تنفتحو القوس وتنكليكيو بالسوري على المعدل الأول، ثم زائد بالكلافيي ديالنا حنايا، ثم تنجيو تنديرو لا سيلول الثانية اللي غادي تكون عندنا حنا تما كاينة، اللي هي لا سيلول اف 4، وغادي نسدو. اذا المعدل هنا عندنا هو المعدل الاول، الفرد الاول زائد الفرد الثاني، غنقسموه بالرمز سلاش اللي باين مقسوم على 2. دونك هذه هي لا فورمول ديال المعدل ديالي، المعدل ديال الفرد الاول زائد المعدل ديال الفرد الثاني مقسوم على 2، كنديرو اونطري. دونك هذه من القراءه، عندي معدل ديال الفرد الاول زائد معدل الفرد الثاني مقسوم على 2، تكون عندي واحد المربع صغير هنا في القنص. اذا نشوفوا هذه العلامه ديال زائد اللي في لاسوري كيفاش غادي تولي، كتولي زائد صغيره. اذا غادي نجروها على عدد التلاميذ اللي عندنا، باش ديك الساعه كيولي عندي هاد لا موين ابليكي على كاع التلاميذ اللي عندي هنايا. نفس القضيه كنديروها بالنسبه للاملاء. اذا حنا كتبنا هنا، كيمكن لي نجي بلاصه ديال لا فونكسيون هنا الفوق، نكتب لا فونكسيون كامله، ندير تساوي بلوتو تساوي، غادي نفتح القوس، ثم عندي اش 4، دونك اش ماجيسكول 4 زائد اي 4 اي ماجيسكول 4، غادي نسد القوس وغادي نقسمها على 2، وغادي نطابي اونطري بالكلافي ديالي. اذا هنا غادي عاوتاني غادي نجر على حسب عدد التلاميذ اللي عندي في القسم. نفس العمليه كنديرها في المواد اللي بقات لينا كامله، كنديرو فيهم كاملين. هذيك العام ديال دائما كنفتحو كنديرو تساوي بلوتو، خصني ندير تساوي يعني مشكل في الكلافيي، كنفتح القوس دائما، ثم تندير الفرد الاول زائد الفرد الثاني، تنكليكي عليه، تنسد القوس بالكلافيي، كندير علامه القسمه بالكلافيي على 2، وكندير اونطري. من بعد كنجر هادشي كامل على عدد التلاميذ اللي عندي. نفس العمليه كنديرها بالنسبه للتراكيب. كاين طريقه اخرى، كيمكن ليا ندير كوبي ونجي لهاد البلاصه وندير كولي. شنو غادي نكولي؟ لا فونكسيون فين هادي ديك اف اكس، غادي نكولي لا فورمول اللي غادي تكولا. دونك هادي هي لا فورمول اللي تكولات ليا. اذا جينا نشوفو هنا او 4 زائد ان 4، او 4 زائد ان 4. دونك هادو الطرق كاملين اللي كنستعملوهم باش كنديرو لا فونكسيون ديالنا. يا اما الطريقه الاولى كنكتبوها كاريمون. دونك انا غادي نكمل غير بكولي لا فونكسيون، نجي لهاد لا فونكسيون غادي نكوبيها، ونجي لهاد لا سيلول غادي ندير كولي لا فونكسيون، غادي نجر كامله. من بعد ما كنسالي لي فونكس المعدلات ديال المواد ديالي كامله، غادي نجي دابا باش ندير معدل الوحده. يعني معدل الوحده هو معدل القراءه زائد الاملاء زائد الشكل زائد التراكيب زائد صرف والتحويل زائد الفهم المقروء زائد الانشاء. هادشي كلشي مقسوم على شحال؟ مقسوم على 1 2 3 4 5 6 7. اذا كيفاش غادي نجي البلاصه اللي غادي يخرج فيها المعدل؟ قلنا تنديرو تساوي، غادي نفتحو القوس. اذا المعدل الاول زائد المعدل الثاني زائد المعدل الثالث زائد المعدل الرابع زائد المعدل الخامس زائد المعدل السادس زائد المعدل السابع. غادي نسدو القوس، هادشي كلشي غادي نقسموه على 7. نجيو نشوفو هنا، ها هما المعدلات عندي كاملين هنا.
مدلت بسبعة مقسومين على سبعة، كنطبي اونطي بالكلافيي. ونفس القضية غادي نجي عاوتاني غادي نجر على نفس عدد تلمت. إذا هذه العملية اللي جربنا في الوحدة اللغة العربية هي اللي كنجربوها في التربية الإسلامية، هي اللي كنجربوها في جميع المواد. إذا كنديروا المعدل الفرد الأول زائد الفرد الثاني مقسوم على اثنان، إلى عندي ثلاثة الفروض هنقسم على ثلاثة. من بعد كنجي للبلاصة فين عندي معدل الوحدة وكندير نفس القضية عاوتاني، كنجمع هادوك المعدلات كاملين اللي عندي وكنقسمهم على عدد المعدلات. عندي سبعة غنقسم على سبعة، عندي ثمانية غادي نقسم على ثمانية. من بعد ما كنساليو كاع لي فونكسيون ديالنا تيخرجوا لنا بحال هكذا، عندنا كاع المعدلات محسوبين. اذا الى جينا نشوفوا هنا، هذا المعدل مقسوم على اثنان، هذا عندنا المعدل ديال الوحدة مقسوم على سبعة، المعدل ديال المادة مقسوم على اثنان، المعدل ديال الوحدة مقسوم على ثلاثة. احنا غادي بالنسبة للعربية حتى بالنسبة للفرنسية عندنا المعدل ديال كل مادة مقسوم على اثنان، ثم المعدل ديال الوحدة مقسوم على ثمانية. غادي نجي وغادي نكون صايبنا واحد النموذج ديال النتيجة ديالنا، لأن في هادو كندير كندخلو النقاط حسب المادة، وهادو هما غادي ندخلو النقاط حسب التلميذ. إذا كنجي كنصايب النموذج ديالي، كناخدو من الجدول يكون عندي فيه الاسم والنسب والرقم الوطني باش ما نتلفش، ثم عندي فيه المواد كاملين حسب التسلسل اللي عندي هنايا. إذا شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير كل مادة باش تكون في مع التلميذ ديالها. إذا عندنا كنزيدو اون في اللي هو التلميذ الأول، غادي نزيد أنا عدد التلاميذ اللي عندي. دونك حيت أنا كندير بالعربية دونك غادي نمشي لا ميزون باج ونقلبها دو في أدروات. غادي نقول أنا مثلا عندي واحد 10 ديال التلاميذ، غادي ندير 10 ديال التلاميذ، غادي نزيد 10 ديال لي في. دائما تنمشي للزائد وكندير زائد بلوس، هنا لتحت كندير بلوس، كنقلب لوريونطاسيون ديالها من ميزون باج. ميزون باج تما ملي كنقلب لوريونطاسيون. دونك انا عندي 10 ديال التلاميذ ديالي، كنبقى نجلسي بهاد غادي نصغرها شويه هاد باش يبانو ليا لي في كاملين. دونك كنبقى عندي هاد الجدول الاول ديال اللغة الفرنسية، الجدول الثاني للغة العربية، هذه الأولى اللي درنا فيها البلدان، ثم بقاو عندنا هادو كاملين خاويين. إذا شنو خصني ندير أنا؟ كيخصني هادو كاملين يكونوا عندي نفس فيهم نفس لا ميزون فورم. إذا كنختار لي فوي ديالي من الأولى اللي كنكليكي عليها الأولى، ثم بالكلافيي ديال بالتوش شيفت ديال الكلافيي كنختار آخر وحدة، كيولي عندي أن جروب دو ترافاي. دونك أي حاجة درتها في هاد لا فوي غادي دير في لي فوي الآخرين. دونك غادي نجي لهنا غادي نسيليكسيوني هادشي كلشي اللي عندي هنا كامل، غادي ندير ليه كوبيي، غادي نمشي لجروب دو ترافاي، نعاود نصايب لجروب دو ترافاي دابا، ولي عندي جروب دو ترافاي غادي ندير كوبيي، غادي ندير كولي. دونك انا شنو غادي ندير؟ كولي تل كيل. شنو غادي يوقع ملي غادي نمشي انا لا في 3 نلقى فيها نفس داكشي اللي عندي، لا في 4 لا في 5 لا في 6. غادي نرجع انا لا بروميير في وغادي نصايب شي شويه ديال لا ميزون فورم. دونك اول حاجه غادي نقادها على حساب الكريتور، ثم غادي نكبر واحد شي شويه هذه هي لا سيل هذه سي بون. دونك هذه هي لا ميزون فورم اللي عندي. غادي نرجع نشوف انا، دونك غادي نحيد لو جروب دو ترافاي، جو كليكي ايوغ باش يتحيد لي لو جروب دو ترافاي. دوزيام فوي، تروازيام فوي، كاتريام فوي، سانكيام، كلهم بحال بحال، درتهم في 3 ولا 4 كليك بلا ما نحتاج انني نعاود نفس لا ميزون فورم على 10 ديال التلاميذ كاملين. داكوغ. دونك شنو غادي ندير انا دابا؟ غادي ندير ما يسمى بالكولاج افيك ليزون، باش كل تلميذ غادي يكون عندي، عندي 40 تلميذ خص تكون عندي 40 في. هذه الطريقه شي شويه طويله، دونك من بعد نشوفوا الطريقه ديال لا ريشيرش فيرتيكال. غادي نجي مثلا العربيه، عندي اسم، عندي اسم التلميذ، غندير كوبيي. اذا التلميذ الاول غادي نمشي الاسم والنسب وندير لي كولا افيك ليزون. دائما بقينا في العربيه، غادي نمشي الرقم الوطني غادي ندير كوبيي، نمشي للتلميذ الاول الرقم الوطني غادي ندير لو كولي افيك ليزون، اي انسي دو سويت. غادي نبقى غادي. بالنسبه للقراءه كناخذ انا يلاه المعدل كوبيي، نمشي غادي نمشي للقراءة غادي ندير ليه كولي افيك ليزون. بالنسبة للإملاء كوبيي، غادي نمشي للإملاء غادي ندير ليه كولي افيك ليزون.
بالنسبة للشكل كوبيي، دونك حنا غادي نجربو المادة العربية كاملة وغادي نديرو عليها كاع المواد من بعد. كولي افيك ليزون، نمشي للتراكيب كوبيي، دايما كنمشي لهاديك لافي ديال داك ديال ليليف. كولي افيك ليزون، دونك غادي نمشي دابا لصرف التحويل كوبيي على بروميير فوي. كولي افيك ليزون، غادي نمشي للفهم المقروء كوبيي، نمشي لا بروميير فوي غادي ندير فيها كولي افيك ليزون، ثم غادي نمشي للانشاء ندير فيها كوبيي، غادي ندير ليها كولي افيك ليزون، واخيرا معدل الوحده كوبيي، نمشي لا بروميير فوي غادي ندير ليها كولي افيك ليزون. نفس القضيه غادي نعاودها لجميع المواد كوبي، غادي ندير كولي افيك ليزون. نفس القضيه غادي نعاودها لجميع، دونك غادي نمشي دابا للدوزيام فوي، غادي نجي هنايا للدوزيام ليف، لا لين اللي من بعد هذيك الاولى اللي درت، غادي ندير كوبي نمشي دابا للدوزيام فوي، غادي نولي خدام، غادي ندير بلوتو كولي افيك ليزون. نعاود لوبسيون دو كوبي، كوبي دوزيام فوي، غادي ندير كولي افيك ليزون، الرقم الوطني ديال دوزيام ايليف كوبي دوزيام فوي كولي افيك ليزون، وغادي نكمل كلشي حتى الاخير. فاش ملي كنجي دابا انا البروميير ايليف غادي نعطيه الرقم الوطني اللي هو 111، الاسم ديالو غادي نسميه مثلا نسميه احمد، ثم غادي نبدا ندخل في النقاط، غادي ندخل النقاط ديال التلميذ كاملين، دونك القراءة يورو 5 6، المعدل اللي تيتحسب بحدو يورو 4 3، المعدل تيتحسب بحدو 8 5، المعدل غير الياتوار 9 5 3 8 2 7، انشاء 3 5، دونك هو كلشي تحسب. معدل الوحدة اذا غادي نمشي، اذا مشيت لليف رقم 1 غادي نلقى الاسم ديالو احمد، الرقم الوطني ديالو دخل، والمعدلات اللي حسب دخلت. نفس القضية غادي تكون بالنسبة للبولتان كاملة، كندخلها كولاج افيك ليزون. الا بغيت ندخل حسب المادة كنجي نتبع التلميذ ديالي حسب المادة وندخل، بغيت ندخل حسب التلميذ كنجي هنا كنجي هنا حسب التلميذ، وكندخل هنايا حسب التلميذ. دونك هاد التلميذ اللي سميتو احمد كنجي كندير دوبل كليك في هاد البلاصه هنا، كنسميه هاد لافوي هادي فوي دو كالكول، غادي نسميها هنايا احمد باش نبقى عاقل عليها. ملي غادي نبغي ندخل النقط ديال احمد غادي يلقى قدامي هنايا احمد.